بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلصنع هذه الوصفة نعتمد على مكونات طبيعية. أولا الأرز، أي نوع أرز متواجد عندك في البيت استخدميه. المكونات ضعي فيها حسب طول وكثافة شعرك. وكذلك نحتاج لبذور الكتان، وهي كذلك متوفرة في كل بيت، لها فوائد للصحة والجمال. نأخذ إناء نضع فيه 2 ملاعق طعام كبيرة من بذور الكتان، وكذلك نأخذ 2 ملاعق طعام كبيرة من الأرز. تكون المكونات مغسولة من قبل، ونضع لتر من الماء المغلي، ثم مباشرة على نار هادئة لتغلي هذه المكونات لمدة 10 دقائق. قلت على نار هادئة. ثم توضع بالخلاط الكهربائي ونقوم بطحنها جيدا، ونتحصل على شكل كريم. رائع جدا لفرد وتنعيم الشعر، صالح لجميع أنواع الشعر حتى المصبوغ، ممتاز للشعر المصبوغ، وكذلك يصلح لجميع أنواع مساميات الشعر، يصلح للحوامل والمرضعات، وكذلك الأطفال الذكور، وكذلك البنات الإناث من عمر سنة فما فوق يمكن استخدام هذه الوصفة لهم وبكل أمان. وبعدها نقوم بإضافة ملعقة شاي صغيرة من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند، أو يمكن إضافة أي نوع زيت متوفر عندك في البيت ويناسب شعرك، مثلا زيت زيتون أو زيت السمسم أو زيت الخردل أو زيت الأرغان. نخلط جيدا. صلاحية هذه الوصفة تدوم لمدة أسبوع كامل، نستخدمها لمرتين في الأسبوع. توضع على الشعر قبل الاستحمام، توزع جيدا من الجذور حتى الأطراف، نتركها من ساعتين إلى 3 ساعات. رائعة جدا هذه الوصفة، ونتائجها تظهر من أول استعمال. يمكنك عمل كمية كبيرة من هذه الوصفة وحفظها في المجمد في علب فردية، واستخدامها عفوا قبل كل استحمام. فوائد بذور الكتان للشعر لا حصر لها، فهي تحتوي على أحماض دهنية والأوميغا 3 بنسبة كبيرة جدا، ما يعمل على التخلص من الالتهابات ويقضي على مشكلة تساقط الشعر الناجمة عن أسباب مختلفة كداء الثعلبة. وتعالج هذه الوصفة التهابات بصيلات الشعر وندبات فروة الرأس وغيرها من المشاكل التي تعانين منها. فبذور الكتان في هذه الوصفة مفيدة جدا لصاحبات الشعر المجعد والخشن، وتستخدم للفرد الطبيعي، آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. وكذلك تعمل على علاج مشكلات الشعر وفروة الرأس، ولها دور فعال في التخلص من الأكزيما وعلاج القشرة بسبب غناها بالفيتامين إي، ومفيدة في تعزيز نمو شعرك بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، والمفيدة في حماية شعرك وفروة الرأس، وتعزز من الدورة الدموية. فبذر الكتان رائع للشعر الخشن والمجعد، وله الأهمية البالغة، يلعب دورا في ترطيب شعرك والزيادة من كفاءة الشعيرات الدموية بفروة الرأس. علاوة على كل هذا، فهو يعمل على منع ظهور علامات الشيب المبكر والشعر الأبيض، يمكن استخدامه كوقاية،
وللعلاج نضيف بذور الخردل لهذه الوصفة أثناء الغليان. لمن تعاني من الشيب أوصيها وأنصحها بإضافة بذور الخردل لهذه الوصفة، ويكون بذور الخردل الأصفر مفيدة في الحصول على ملمس ناعم لشعرك والحد من جفاف الشعر وتقصفه. كذلك هذه الوصفة تعمل على تغذية الشعر لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان، علاوة فهي تحتوي على مكونات مغذية للشعر مفيدة في الحفاظ على صحة الشعر وتمنحه مرونة نعومة حيوية، لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية والمفيدة في تغذية بصيلات الشعر، بالإضافة إلى الثيامين المفيد في التخلص من اضطرابات الشعر، وبها مغنيسيوم يعمل على الحد من الالتهابات ويحمي لك شعرك من التساقط. يمكنك اعتمادها كروتين للشعر، ممتازة آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. كذلك هنا للأرز دور مفيد جدا، يساعد بوجود الفيتامين بي والفيتامين إي أي الفيتامين أو، يعمل على تقوية شعرك إذا كان شعرك من النوع الخفيف. استخدميها قبل كل استحمام تقوي الشعر. كذلك مفيدة جدا هذه الوصفة لتطويل الشعر، لها دور كبير في تطويل الشعر وفي وقت قصير. إذا استخدمتيها من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، كذلك ممتازة لعلاج الشعر الأبيض، وكذلك لها أهمية فائقة في تنعيم الشعر وزيادة كثافته. ترطيب الشعر تعمل دور البلسم الطبيعي. كذلك هنا الأرز يمنع تساقط الشعر ويعالج لك الشعر التالف والمتقصف. إذا كان عندك تقصف في أطراف الشعر يمكن توزيع هذه الخلطة بكميات على أطراف الشعر. وقلت آمنة للحوامل، هي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية، حتى الرجال يمكنهم استخدامها وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.